والله منورني. ربنا يخليكي، ده بس من ذوقك. تعيشي يا أميرة يا بنت القمرة. إنما الأستاذ يعني ما قالناش، حضرتك بتشتغل في إيه؟ أنا مضيف جوي. آه، يبقى ده بقى اللي بيخليك تجيب حاجات من بره وتبيعها جوه، مش كده؟ حاجة زي كده. طب يا الشغلانة دي يعني بتكسب كتير؟ يا سعد انت هتقول رأي الراجل ولا ايه؟ لا والله ابدا، انا بس مستفسر. اصل اخويا سعد شغال محاسب في البورصة، احسن تفتكره مامور ضرايب ولا حاجة. طيب والاستاذ ما تعرفناش بيه؟ ده اشرف اخونا التالت. بس عارف شبهكم يعني، انت مختار انت والاستاذ سعد فيكوا حاجات من بعض، لكن هو حاجة تانية خالص. ايوه صح، هو له دماغ لوحده يعني، بس ان شاء الله هتعجبك. بيتهيألي احنا خدنا وقت طويل قوي في التعارف، مش نتكلم في الشغل ولا ايه؟ طبعا تحت امرك. انا اللي اعرفه عن الصفقة دي انها صفقة ادوية، مش كده؟ فعلا. ويا ترى بقى الباشا عارف ان الادوية دي صلاحيتها مظبوطة وورقها مظبوط 100%؟ على الورق لكن في الحقيقة معرفش. انت عارف الادوية دي لو طلعت بايظة دي تبقى جريمة وقضية غش تجاري؟ يا سيدي ما تدقش، دي شحنة بتقرب. بابا، وازاي بابا يشترك في عمليه زي دي؟ روح اساله. انت بتستخف دمك ولا ايه؟ استاذ اشرف، باباك والحاج وافق انه يدخل العمليه دي وبمزاجه، وانا كنت شاهد على كده. دي غريبه قوي. بابا وشحنه متهربه؟ يا اخوانا بلاش نبص للنص الفاضي ونبص للنص المليان. ازاي يعني يا مختار؟ يعني العمليه دي مكسبها مغري جدا. لو بابا ما كانش متاكد وضامن انها مضمونه ما كانش دخلها من الاول. هو كلام منطقي طبعا، بس يعني بابا ليه يعمل كده اذا كان في ايده انه يستوردها في النور؟ عمليه ايه دي اللي انت عايزه يعملها في النور؟ انت عايزه يروح حديد؟ الادويه دي بتاعت ايه بالظبط؟ الشحنه كلها كودافين خام. كودافين ايه؟ خام. كودافين ده ايه؟ ده محطوط على جدول المخدرات. ازاي بابا يعمل حاجه زي دي؟ انت كذاب، ابونا يمكن يتاجر في الحاجات دي. لا هي دي الحقيقه، ابوكوا كان عايز يامن لكم مستقبلكم. يامنوا بالحرام؟ الله، ما تشوف اخوك ده بقى وتهدوه شويه. اسم الرائد اشرف ليل، والصفقة دي لو دخلت البلد انا ابلغ عنكم كلكم. ايه ده بس يا اشرف، مش كده؟ بيقول على ابونا تاجر مخدرات. مش مصدقني، دي نسخة من صور العقود الاصلية. احنا بنتعامل مع مصنع محترم في الصين، مش اي كلام برلين كده. دي فعلا ابنة بابا. انت كذاب ومزور. يا اشرف، هو هيزور امضة بابا ليه؟ بتسألني انا ليه؟ ما انتوا زورتوها سوا عشان تلهفوا الثروة لحسابكم. ايه يا ابني التفكير المجنون ده؟ انا زيك ما اعرفش حاجة. عليا انا يا مختار، ده انت طلعت زعيم عصابة. هو ايه الحكاية يا اشرف؟ هو في حاجة انا مش فاهمها؟ اللي انت مش عارفه ان البي والهانم عاملين علينا فيلم من اخراج اخونا الكبير. فيلم ايه يا جدع انت؟ ونهايته انا عارفها من قبل ما يألفوها. ونهايته ايه بقى ان شاء الله؟ البضاعة هتغرق في البحر او البوليس هيقفشها، وفي النهاية تبقى الفلوس راحت علينا وإخلالكم انتوا الجو وتشيلوا جمل بمحمل، مش كده ولا ايه؟ قصة عليك يا مختار، بقى انت تعمل كده؟ ومع مين؟ مع مرات ابونا؟ ضرت امنا؟ انت هتصدق خياله المريض؟ انت مش شهدت على عقد جوازها من ابونا وخنت امك اللي ربيتك؟ انت كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون امه اللي ربته ممكن يعمل اي حاجة عشان مصلحته. خلاص؟ اتلبست العمة؟ انت اكيد اتجننت. انتوا لسه شفتوا جنان؟ انا هوريكم الجنان اللي على اصوله.